وخلال جولته بمحافظة الجيزة تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم تشغيله تجريبيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يمثل نموذجا متميزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلة تشهد تكليفات رئاسية للحكومة بمنح فرص أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى.